مو بس داخل الملعب، حتى امور خارج الملعب هي تساعدك انه تتطور. حلو. يعني هاي الامور المعروفة عند الناس كلها. شنو الفرق بين اللاعب العراقي واللاعب اللي... يعني شوف راح اقول لك انه ما تتكبر. تبقى لاعب متواضع. قبل ما توصل مرحلة منتخب وطني انت جايب خدمة المنتخب الوطني. ما تجي تشوف نفسك عندنا لاعبين يتكبرون ويشوفون نفسهم على منتخبنا. أكو عجيب من جيلكم لو ما بعد الأجيال. أكو اللي من كل الأجيال. حلو. زين. أكيد ما راح أطلب منك اسماء. لا ما أقول اسماء. هاي بس موجودة يعني هم أكو اللي... لاعبين ما اعتزازي للاعبين كل. شنو السبب اللي يخلي اللاعب يشوف نفسه على المنتخب؟ هي هاي طيب ما هو المنتخب صاحب فضل على الجميع. أنت منتخب، أنت بخدمة المنتخب، خدمة طيب. منتخب بلدك. حلو. ما تشوف نفسك مثلا نفس والدي قال لي انت ليش اعتزلت وكان معارض للاعتزال. قال لي انت لحد ما منتخب يقول لك باي باي انت لازم تبقى تخدم المنتخب.